السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا من كل مكان. معكم شيماء من قناة يوميات أسرة عصرية. إزايكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل بفتيك السمك، طريقة جميلة قوي، وكمان لو أولادك ما بيحبوش السمك هياكلوه لأنه زي البانيه وهيعجبهم إن شاء الله الطعم. النهاردة الفيديو هيكون بالتعاون مع قناة جوجو يارا لصاحبتها بوسي، بتقدم في القناة وصفات طبخ كتيرة وهتفيدكم، وهي عاملة كمان قوائم تشغيل الأكلات عشان تسهل عليكم تشغيل الفيديوهات، وكمان عندها نصائح جميلة جدا لتربية الطيور ومعلومات هتفيدكم. وطبعا هتلاقوا رابط الفيديو ورابط القناة في صندوق الوصف. بتمنى منكم يا بنات ان انتوا تشتركوا معاها وتعملوها لايك وشير وسبسكرايب لقناتها، ويلا بينا نكمل الفيديو. عندي كيلو من السمك الفليه، فليه باسه، طبعا اي نوع بقى انت عايزه، قشر بياض، باسه، اي نوع يكون فليه. طبعا انا هنا نقعته في ميه وليمون وخل وشطفته دلوقتي، هقطعه، هبدا ان انا اقطعه الاول. خلاص هنا انا قطعته، طبعا اي تقطيع انت عايزاه او بالحجم اللي انت عايزاه، الحجم اللي يناسبك. بعد كده هجيب عندي التوابل اللي هتبل بيها، انا مش هتبل غير بثوم وفلفل والبهارات، تمام. عندي معلقه كبيره من الثوم المفروم، وعندي فلفل احمر واخضر مفرومين، معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من بهارات السمك. طبعا السمك يعني كمون وليمون اهم حاجه. وعندي طبعا هنا ليمون هعصره، يجي 3 ليمونات كده. طبعا هقلب كده التوابل مع الثوم وهعصر عندي الليمون. وخلاص كده حطيت برضو عصير الليمون. دلوقتي بقى هتبل السمك وهسيبه في التتبيله لمده ساعه. بعد كده هجيب عندي دقيق وبيض وبقسماط، طبعا انا حطيت عليهم من نفس الخلطه، يعني حطيت شويه بهارات وشويه ملح عشان يبقى كله متطعم معايا بنفس الطعم، تمام. وقلبتهم. هاخد بقى كده قطع السمك معايا بعد ما اتبلت، بنفض كده تنفيضه بسيطه، وهنزل في دقيق وبيض بعد كده البقسماط. بعد ما عملت لهم الكفر بتاعهم الخارجي هدخلها الفريزر بس تتشمع معايا حوالي نص ساعه، وبعد كده هقليها في الزيت. بعد كده طبعا عندي زيت غزير وسخن ونزلت كده هنا في السمك الفليه، مجهزه عندي هنا مناديل المطبخ عشان اصفيها على طول. حمرت كده الكميه اللي معايا، ما شاء الله الكيلو عمل لي الكميه دي، حلو جدا، الاولاد هيحبوه، مش هيحسوا ان هو سمك خالص. بتمنى تجربوه وتقولوا رايكم، وانا هجرب معاكم كده قطعه. بسم الله. طعمه حكاية، واحدة منه مش كفاية.